نحن هنا على مسافة أمتار قليلة من الحدود المصرية مع قطاع غزة. هذا السور الممتد الخرساني الممتد بنته الحكومة المصرية حديثا ليكون فاصلا ما بين مدينة رفح الفلسطينية التي كانت هنا في وقت ما قبل أن يتم يعني نقلها إلى مكان آخر وبناء يعني مساكن جديدة لسكانها، وفي الناحية الأخرى هي الجزء الباقي من مدينة رفح وهو الجانب الفلسطيني أو رفح الفلسطيني. خلال الساعات الماضية كانت رفح الفلسطينية إلى حد كبير محور الحديث باعتبار أنه تدفق إليها آلاف أو عشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت ضغط الضربات الإسرائيلية كي تكون مكاناً آمناً، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أنه ربما هذا الضغط المتواصل يدفع الفلسطينيين في الجانب الآخر إلى الدخول إلى الجانب المصري عبر هذا السياج بشكل أو آخر. There have been so far 1.8 million people who have been displaced into Gaza Strip. They have fled the bombardment. They have gone first from the north to the south, now from the south to the southwest. More and more people are coming near in Rafah, which is the closest governorate from the border. And my point, because you might refer to what I have said over the last few days, is that if we have a combination of an UNRWA all of suddenly not able to operate, the entire humanitarian platform would in that case